هذا مرة. لكن بعد هذا يذكر هذا العالم عبد الرازق يذكر شيئا مهما وأرجو أن تأخذوا منه أنتم. أنا أذكر أعطيكم لمحات ولكن أنتم طلاب علم تبحثون شيء أو شيء خصه للنساء الحكيمات. ونحن دائما حينما نتحدث عن المرأة في العصر الجاهلي كانت كل ما هناك كانت محتقرة وكانت تؤد وكانت هذه جزء من الصورة. هذا جزء من الصورة. ويقول بأن هنالك أناس نساء كثيرات ذكر بعضهن ويمكن تتبع كثير منهن كنا خلاف هذا الذي يقال، كنا حكيمات وعاقلات وكنا محكمات. وأنتم حينما تقرؤون القرآن أتجدون دائما هذه الصورة دائما للمرأة العربية؟ أبدا. تجدون أن المرأة العربية ربما كانت فيها كان لها صورة أخرى. حينما تقرؤون عن ملكة سبأ أتقرؤون عن امرأة غبية بليدة محتقرة؟ تقرؤون عن امرأة تملكهم، كانت تملكهم ملكة وكانوا يخضعون لها بحكم كونها ملكة. ولكن ذكر القرآن أن حينما جاءها أمر جلل وحدث لم تخطئ في التصرف. كثير من الرجال كانوا يخطئون حينما بعث إليها سليمان بكتاب وكذا وكذا واستشارت من حوله. لا شك أن الذين كان استشارتهم كانوا ضباط الجيش، نحن أولو قوة، لأنهم لم يقولوا بهذا إلا الذين بيديهم السلاح، نحن أولو قوة وأولو عزم، فالأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فهي حينما أرجع الناس إليه قال ما كنت قاطعة، إذ كانت ديمقراطية هذه المرأة، ما كنت، هم فوضوا إليه ولكن قال جاوبت جواب عالي، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ثم إنها بعد ذلك تريثت وكذا وكذا وكذا. فذكر القرآن من حكمتها ومن صفاء ذهنها ومن عدلها وإنصافها ما لا يتمتع به الرجال. الرجال كانوا متعجلين، كانوا يريدون أن يواجهوا سليمان. وماذا كان يمكن أن يقع لو أنهم دخلوا مع سليمان في حرب؟ الله تعالى قد طوع لسليمان كل شيء، ولسليمان الريح غدوها شر ورواحها شر، وأعطاه من الجن، فماذا كان يمكن أن يثبتوا، ماذا كان يمكن أن يفعلوا أمامه؟ ولكن حكمة. ونفس القضية تجدون هذا الصورة عند ملكة تدمر، حينما تجدون زنوبيا ملكة تدمر وتجدون بعض الأشياء وبعض الحكم، بيدي لا بيدي عمر، لو لا يطاع لقصير، حكم جرت في هذه الملابسات. فتجدون صورة أخرى تماما مغايرة، صورة امرأة أخرى حكيمة وعاقلة، وهذه في الحياة العربية وهذا استمر. أنتم حينما تلاحظون آخر صور واللقطات والوقفات حينما تجدون هند بنت عتبة وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البيعة، حديث امرأة لها شخصية وكانت كان لها يطالبها بالبيعة، بايعيني على أن لا تقتلي ولدك، ماذا قالت؟ ما قالت؟ ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، نحن ربينا الأولاد ولكن قتلتهم في المعركة. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتب عليه، ولكن ترك لها أن تقول، لأن الموقف مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المشركين وهم في الشارع، كانت هذه مسألة أخرى، حالة حرب، حالة تعم جميع الأمم. ثم قال لها بايعيني على أن لا تزني، قالت أو تزني الحرة؟ هذا الجواب لا يتوفر عليه كثير من الناس الآن، من الرجال ولا من النساء. بمعنى هذه شخص، أي لابد أن نقرأ هذا الموضوع جيدا. الله تعالى ذكر شيئا عن هذا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطان. إذن هؤلاء كانوا يسجدون، كانوا يعبدون الإناث، اللات، العزى، منات، أسماء مؤنثة ليس أسماء مذكرة، والقرآن أشار إلى هذا. إذ كيف هم يهينونها ويعبدونها في الوقت ذاته؟ إذن هناك شيء ما يجب أن يعاد فيه النظر. الحروب التي قامت، الكبرى التي قامت في حياة العرب كلها كانت بسبب المرأة. ها؟ تعرفون الحروب التي كانت الرجل يتحدث
أو امرأة تدعو قومها وتدعو أهلها وتستنجد به فتقوم الحروب من أجل هذا. حروب كانت تستمر 40 سنة من أجل امرأة ومن أجل ناقة امرأة على الأصح. على كل حال هذا شيء لا أريد أن أقول فيه، قل إن فيه أشياء كثيرة، وإن الناس من النساء يومئذ كنا أصنافا كما هن الآن أصناف. كانت هناك المرأة المبجلة، وكانت هناك المرأة المجرورة، وكانت هناك المرأة المنصوبة والمرفوعة، كل شيء. لا نقول نمطا واحدا ولا نقول كلاما واحدا موحدا، لأنه لا نستطيع هذا. كل الناس كانوا يئدون، كل العرب كانوا يئدون البنات. ومنين جاءوا العرب اللي بقوا؟ من أين أتى هؤلاء؟ من كل النساء قتلنا من أين؟ هذا شيء كان لم يكن عاما بالمعنى الذي يفهمه الناس. كانت بعض القبائل تفعل ذلك، وبعض القبائل لا تئد كل النساء، قد تئد واحدة وتترك، وبعض الوأد كان بسبب خلقة غالبا. وهذا شيء يقع الآن، تؤد المرأة في ثقافات كثيرة موجودة معروفة عن طريق أنواع من الوأد، ولا تسمى تلك الشعوب على أنها شعوب تأيد المرأة، لأن هذا يفعل في ظروف ولا يعبر عنه ولا يعلم عنه. على كل حال هذه النقطة، وهذا الشيء الذي أشار إليه مصطفى عبد الرازق في النساء الحكيمات، هن بدايات النساء العاقلات التي اللواتي تجدهن في كتب المسلمين. أما في تاريخ الإسلام فهذا كثير، في تاريخ الإسلام النساء الحكيمات والقويات والرجال الذين كانوا يستمدون مواقفهم من الرجال. تعرفون عبد الله بن الزبير، وتعرفون هذا لا أريده، ولكن لو أن أحدكم أو إحداكن اهتمت بهذا الموضوع وتحدثت عن ما ذكره العلماء من النساء الحكيمات في حياة المسلمين في حياة العرب، سيكون هذا شيئا مفيدا. وطبعا حينما تعودون إلى الكتب المفصلة، رجعنا نشأتنا إلى المفصل في تاريخ العرب لجواد علي، ستجدنا وفي الكتب السابقة، لأن هذا كله يحتاج إلى بحث. أما الكلمة الأولى والأخيرة التي نراها في مقال، هذه طبعا لا يمكن أن نستمر عليها.